بعد أن أخلت كوادر الدفاع المدني سكان أحد البنايات السكنية في جبل الجوفة قبيل انهيارها بشكل تام، والتي انهارت بعد الإخلاء بلحظات، وبتوجيهات ملكية تم نقل المواطنين المتضررين إلى شقق فندقية والذين أشادوا بالمكرمة الملكية، إلا أنهم طالبوا الجهات المعنية بإتمام الخدمات التي تنقصهم في السكن المؤقت إلى أن يستقر حالهم بسبب ترك كل ما يملكونه تحت الانهيار. أنا أحد أصحاب البيوت المتضررة، هو انتقلنا مشكور جلالة الملك وفر لنا شقق فندقية، لكن توابع الشقق الفندقية هناك نوعا ما خلل كبير هناك، يعني متوفر للأهالي هناك للعائلات وجبة واحدة فقط غير كافية، ما ناقص إحرامات، ناقص تدفئة، ناقص شغلات كثير هناك، العائلات بتعاني صدقا. يعني احنا مشكور جلالتنا، نعلم انه سيدنا وفر كل شيء، امر بإعاز توفير كل ما يلزم العائلات هناك، لكن المنفذين لقرار سيدنا مقصرين. جاءوا المهندسين بالقليل على المبنى الواقع هون، ويعني استفزازيين جدا، استفزازيين لدرجة انه هاجت الناس بكلامهم انه بسبب الماء، الخزانات الماء، بسبب خزانات، بسبب صرف صحي قديم. وانا قلت لهم بما انه السبب صرف صحي قديم او مباني متهالكة او كذا، بناء على ماذا اعطي ترخيص الكهرباء، ترخيص الماء، بما انها مباني واقعة اصلا حسب كلامهم، ترخيص كيف تم اعطاء ساعات كهرباء، اعطاء ساعات ماء؟ وانا قلت لهم على السايد الاخر من الجهة الواقعة، الجهة الاخرى ينتظروا وقوحها هاي، ليه ما يتم الاشراف الان الحالي على هاي المباني بدخولها المهندسين ويعملوا مسح جيولوجي لهذه البيوت، ما ينتظروش زي ما انتظرت البيوت هاي، يصيروا يقولوا الصرف الصحي وغيره وغيره. طبعا إعاز جلالة الملك طبعا ما قصر، نقول انها شقق مفروشه، لكن بعض الخدمات غير متوفره، تدفئه للاطفال، حرمه او كذا، طبعا هذا كلام احنا في غنى عنه لانه مش بحاجه لحرمه، لانه بيوتنا مليانه كل شيء، لكن طلعنا في اخر ثواني من انهيار المبنى، ما قدرنا ناخذ اي حاجه، والاصل انه بما ان جلالة الملك اوعز بخدمتنا بالاسر اللي تضررت، يجب ان يقوم على خدمتنا، مش يتنصلوا ويهربوا ويحاولوا ابتزازيه في شقق المفروشه، نرجى منهم متابعه هذا الامر. تم إخلاءنا يعني بطريقة وبسرعة قصوى. بعد عملية الإخلاء تم إجلاءنا لمنطقة الزهور، بأمنونا بشقق فندقية. مساحة الشقة الفندقية عبارة عن غرفتين، عدد أفراد أسرتنا، عدد أفراد الأسر يعني بتكون من 10 إلى 12 نفر بالأسر اللي موجودة، لأن الأغطية ما فيه، أغطية ما فيه، نفتقد للأغطية، نفتقد لفراش، نفتقد لفراش بالسكن بالشقق. بنتفاجأ أصحاب الشقق بيقولوا لنا إنه الغاز على حسابك، بدك تتولى غاز على حسابك، إحنا كل ما نملك داخل بيوتنا اندفن لغاية الآن، اندفن وما لا زال لغاية الآن ما طلعنا ولا شيء. بنشكر الأجهزة الأمنية اللي واقفة وبتحرص بيوتنا اللي كانت موجودة. احنا نشكر جلالة الملك انه قام بالإعاز ورحلنا من هون وطلعنا شقق فندقية، والحمد لله الامور تمام. في بعض التقصيرات يعني مثلا على مستوى الغسيل اللي بدك تغسل، ما فيش غسالات، فهمت علي؟ تدفئة، ما في فرشات، بيعانوا كثير الاهالي اللي هناك. واحنا بس بدي اوجه شغله مهمه، كل هاي انسوها اللي بالنسبه للخدمات، احنا كنا ساكنين في بيوت قاعدين بنطلع على خدمات. انا بس بطالب المسؤولين الموجودين في الامانه اللي بيجوا وبنظروا علينا، هاي المباني لها حوالي 40 سنه مبنيه ومرخصه ومعنا طوابو فيها، وهي مرخصه من قبل الامانه، احنا غير مخالفين ومعنا. بيجي مهندس بيحكي انه في مخالفه، في عنا طب في مباني طابقين تتكون من طابقين الان فيها شق كبير وقعت، هذه غير مخالفة. السلام عليكم، يعني هاي كارثة إنسانية. اليوم قاعدين بنسمع تعليقات إنه تصريح وترخيص، الجماعة كلها مرخصة هون، وغير هيك طلعوا بدون أواعي يا ابن الحلال. إذا ما منينهم بوجبة بعشرين متر لكل عائلة ب10 أو 12 شخص، يعني فوق ما هي كارثة إنسانية. نكون واقفين معهم وإعاز من جلالة الملك وشاكرين لهم، كل الأردن لازم توقف معهم. اليوم نسمع التعليقات هاي كاملة وما في عندهم ولا صرف مي ولا في إشي، والمنطقة لأنها جبل الجوفة مش بعبدون، يعلم الله أن كل شكوى من 2006 لليوم. أنا من هذه المنطقة، سكان هذه المنطقة، وقريب من آخر بيت انهدم.
بيتي تأثر وفي كثير من الشقوق وفي كثير من الانهيارات الجانبية الموجودة في الشمع، وعندي الآن في حفرة امتصاصية قديمة، كان هذا خلل من أمانة عمان بعمل عدم عمل مجاري صحية في الطرق فاضطررنا إلى وضع حفرة صحية بعمق 8 متر داخل بيتي بغرفة الضيوف بعرض 2 متر. هذه الحفرة الامتصاصية كانت السبب الرئيسي في كثير من الزلقات في كل المناطق، والتمديد الصحي الذي قام به تمديده في الشوارع أدى هذا إلى انزلاقات داخل المنطقة. انهيار المباني في جبل الجوفة يفتح ملفا في غاية الأهمية أمام الحكومة، الأمر الذي يستدعي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المباني والمساكن القديمة للحفاظ على أمن وسلامة ساكنها. حازم السردي، الحقيقة الدولية.